فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكرام، تؤمن الدولة بأن بناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري هو هدف وركيزة استراتيجية لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة وإقامة اقتصاد رقمي قوي. ومن هذا المنطلق تبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجيتها لصقل المهارات الرقمية وتنمية الطاقات الإبداعية الشابة في مختلف مجالات التكنولوجيا الرقمية لمواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة وما تبعها من متغيرات فرضتها متطلبات سوق العمل العالمي. وأثمرت هذه الجهود عن قصص لنجاح شباب مصري آمن بقدراته وتمسك بالحلم ليجعله بعزيمته واقعا ملموسا، قصص تبعث كلها على الأمل وتؤكد أن الشباب المصري إذا أتيحت له الفرصة لتطوير مهاراته استحق بكل جدارة أن يحمل مشاعل التكنولوجيا ليضيء الطريق لذاته ولوطنه وللعالم أجمع. خدت قرار ان انا هسيب الشغل وهدخل منحة دراسية تبع لوزارة الاتصالات. حصلت على دورة من مركز الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال. انضميت للمبادرة الرئاسية بنات مصر الرقمية. كنت في مبادرة الرئاسية بنات مصر الرقمية ضمن مبادرة مستقبلنا الرقمي المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مبادرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقوم بدورها في أكبر عملية تحول بتشهدها مصر، التحول للمجتمع الرقمي، وبتقدم مبادرات لبناء العقول وتنمية المهارات وترسيخ ثقافة التحول الرقمي وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل. مبادرات متنوعة في برامجها ومدتها اتصممت مخصوص علشان تناسب كل المصريين من كل الفئات والأعمار في كل المحافظات، زي مبادرة مستقبلنا الرقمي وبنات مصر الرقمية، شباب مصر الرقمية، مراكز إبداع مصر الرقمية كرياتيفة، رعاية الإبداع التكنولوجي، مركز الابتكار التطبيقي، مركز إبداع مصر الرقمية، ومنحة التدريب الاحترافي. اتخرجت 2020 من هندسة ميكاترونكس جامعة عين شمس بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف. أثناء دراستي في الجامعة كنت بعمل حاجات تانية جنب الدراسة، يعني اشتركت في أنشطة كتيرة بحيث أن أنا لما أتخرج أبقى أنا نميت مهاراتي الشخصية والعلمية فأبقى جاهزة بقى لسوق العمل يبقى كله تمام. كان في عدة شركات في مجال دراستي كنت حابة أن أنا أشتغل فيها، فبدأت أعمل مقابلات معاهم بعد ما اتخرجت، وكان برضو في زي فجوة ما بين الليفل أو المستوى اللي أنا فيه والمستوى اللي هم بيدوروا عليه. بدأت رحلتي في كلية فنون جميلة، اتخرجت منها سنة 2016، وخلال فترة الكلية اكتشفت إن أنا يعني عندي باسون وشغف كبير جدا في مجال الفيجوال ارت بشكل عام. حاولت اشوف جامعات بره او معاهد لقيتها غاليه جدا، يعني مئات الاف وحاجات بتوصل لملايين عشان اقدر ان انا اتعلم المجال ده. انا زي اي بنت من قريه بسيطه جدا، يعني كانت كليتي جنب البيت، عمري ما سافرت القاهره. ده كله اتطور كتير من اول لما قلت لاهلي انا قررت ان انا هروح ادرس في القاهره، هدرس في رياده اعمال. انا اصلا من هنا، كنت شغال هنا في القاهره، كان عندي معاناه كبيره جدا جدا ان انا مش عايش في المكان اللي اهلي موجودين فيه. اتخرجت في 2017، قعدت فتره كده شويه، يعني اشتغلت شويه حاجات يعني ملهاش علاقه بالكليه قوي. كنت بشتغل مساعده نقاش، كنت برسم على الحيطان فتره كبيره كده. وعند النقطه دي ابطالنا كان لازم ياخدوا قرار بيمثل نقطه التحول. كنت حاسه ان انا محتاجه يعني ادرس زياده، محتاجه انمي حاجه مش عارفه ايه، بس انا محتاجه انمي حاجه. فلما قريت عن ايه الماجستير المهني والفرق ما بينه وما بين الماجستير الاكاديمي، ان هو بيركز على التطبيقات وبيركز بشكل مكثف على ان هو يمرنا مش ان احنا ندرس وبس، حسيت ان ده فعلا انا محتاجاه، يعني لقيت اللي انا بدور عليه. الحقيقه ان انا دورت كتير على ان انا ممكن ادخل منحه تكون مدفوعه او بفلوس، ولكن كان معظم الريكومنديشن بتقول ان وزاره الاتصالات بتقدم منح مجانيه، بتقدم كواليتي ممكن تكون نفس الكواليتي الحاجات البيد او المدفوعه، بل بالعكس ممكن تكون بكواليتي افضل كمان. سمعت عن مبادره شباب مصر الرقميه تبع وزاره الاتصالات،
فعرفت من عليها من على النت. يعني احلى حاجه فيها ان هي كانت اونلاين من البيت، فده اتاح لي ان انا ادخل 7 ساعات ادخل زوم ميتنج واشتغل عادي. طبعا لما بصيت على المنهج اللي بتقدمه المنحه حسيت ان هو ده المنهج المنظم اللي انا المفروض كنت اخده علشان اقدر ان انا انزل السوق واشتغل بشكل احترافي. التعليم الاكاديمي مهم طبعا، بس سوق العمل كان محتاج ابديتس اكتر، كان عليا ان انا اطور نفسي تاني. انضميت لمبادره مستقبلنا رقمي. هي مستقبلنا رقمي عملت بريدج ما بين التعليم الاكاديمي وسوق العمل. المبادرات المقدمه من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالرغم من تنوعها واختلافها الا انها كلها بتعمل بفلسفه واحده لاجل تحقيق هدف واحد، وهو تنميه العقول من اجل بناء الانسان. دخلت المنحه وبدات اتعلم حاجات ليها علاقه بالبرمجه. فخلال فترة التعلم بدأنا نعرف يعني إيه فريلانسنج، العمل الحر. المبادرة ما كانتش موجودة في محافظة المنوفية، برنامج تابع ليها هو الوحيد اللي بيلف المحافظات، فروحت فعلا وكنت مستمتعة. احنا قضينا أسبوع بنتعلم بيزنس، بنحول الفكرة بتاعتنا لمشروع، كان بالإضافة إن في جايزة في الآخر إن أكتر أفضل مشروعين هيبدأوا يدخلوا حاجة اسمها تسريع، إن هو 6 شهور بندرس بقى بيزنس وماركتينج وبنشتغل أكتر على الفكرة بتاعتنا، واللي هينجح المرحلة دي هياخد بقى الاحتضان اللي هو هيبقى فيها فلوس وهيبقى فيها المكتب والفكره بتاعته هتتطور فيها وهكذا. يعني لما عرفت بقى اكتر عن البرنامج بيتقدم ازاي، ان هو هيبقى من جامعه من بره بس وانا هنا مش مضطره اسافر، هو مش هتبقى اونلاين، لا هي احنا بندرس هنا في هم عاملين حرم جامعي هنا في مصر وموفرين لنا معيدين ومستشفى اكاديمي يساعدنا، والدكاتره بس هم اللي احنا بنعمل معاهم الحاجات اونلاين، غير كده كل حاجه كانت موجوده هنا، فده كان بصراحه مسهل كل حاجه. يعني الميزه اللي موجوده فيها او المنحه ان طبعا بيجي لي انستراكتورز او محاضرين من السوق بيشتغلوا اوريدي، كل يوم بيشتغل في الموضوع ده، فبيجي بيديني خبرته في الشغل وبيبيلد كونكشن او بيبني علاقه اجتماعيه او وعلاقه وظيفيه بيني وبينه، علشان بعد ما اخرج من المنحه يبقى سهل ان اقدر اتعين او اقدر الاقي وظيفه بسهوله لو انا متميز او لو انا استحق الوظيفه دي. يعني المبادرات اللي بتقدمها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقطه انطلاق رئيسيه في خلق ثقافة التحول الرقمي ومجالات العمل المرتبطة به، وقدرت في زمن قياسي تغير حياة آلاف المصريين وتديهم دفعة قوية في الاتجاه اللي اختاروه لحياتهم. أنا حالياً شغالة بعمل رسوم رقمية، برسم لكتب يعني رسوم رقمية للأطفال، بالإضافة أنا بعمل لهم ديزاين، وكمان شغالة يعني انستراكتور محاضر خارجي في المعهد القومي للاتصالات. المبادرة ادتني مصداقية، ادتني ظهور أكتر للعملاء، خلت اسمي فعلاً باين وسط الناس. بتعمل حاجة اسمها الجوب أوفرز يعني أو الجوب فير، الشركات بتشوفنا. الحمد لله رب العالمين، كل الشركات اللي أنا كنت كان نفسي حد فيهم حتى يشوفني أو ياخدني كمتدرب كلهم ادوني أوفرز، وكنت مبسوط جداً إن أنا جات الأوفرز دي كلها. اخترت طبعاً الأنسب ليا في الوقت ده وموجود فيه لحد الآن، وبسبب إن المنحة نفسها بتقرب المسافة ما بين سوق العمل وما بين الدراسة، فقدرت إن أنا أفولو أب مع التيم بسرعة، وقدرت إن أنا أشارك في أعمال دولية ومحلية، وفي منها أعمال اتعرضت على منصات عالمية وحققت يعني رواج كبير جوه وبره مصر. أنا ما كنتش متخيلة إن أنا ممكن في وقت قصير زي ده أوصل إن أنا أشتغل أخصائي أمن تحليل البيانات والمعلومات في البنك الأهلي المصري. النهارده أنا شغال مع شركة في الهند، الهند دي تعد من أكتر الدول الرائدة في مجال البرمجة. أنا واحد من الشركة دي بشتغل معاهم أز فريلانسر لونج تيرم كونتراكت. خلال الفترة ديت قدرت أحقق إن أنا أبقى توب ريتد على منصة اسمها أبورك. منصة أبورك دي هي أكبر منصة عالمية في الفريلانسنج. خدت فيها بادج اسمه توب ريتد، البادج ده تصنيف افضل 10% على مستوى العالم، كل ده في اقل من سنه. فريزيانا هو مشروع بدا من قريتي، حصلت على دعم من مركز الابداع التكنولوجي ورياده الاعمال. كان حلمي هو التمكين الاقتصادي والتكنولوجي للستات في المناطق المهمشه والمحرومه، خصوصا الناس اللي بتعمل حرف يدويه، ان يبقى عندهم مصدر دخل، نعلمهم حرفه، وبعد ما بنعلمهم حرفه نسوق لهم منتجاتهم سواء جوه او بره مصر. فقررنا ان احنا نعمل مشروع يقدر ان هو يساعد الستات دول ان هو يعلمهم حرفه ويطور من الحرفه بتاعتهم، وكمان يطور من الامكانيات بتاعتهم، والحرفه بتاعتهم تتحول لمشروع مستدام بيدر عليهم دخل من بيتهم ويقدروا ياخدوا بالهم من اولادهم. بعد ما اتخرجنا كانت المبادره بتوفر لنا عروض شغل في شركات يعني معروفه سواء مصريه او عالميه يعني، وحاليا بشتغل في احدى الشركات العالميه للبرامج المدمجه للسيارات. دي بتستخدم زي مثلا العربيه لما بتيجي
بتركن لو في شاشة هتشوف العربية من فوق. الشركة اللي أنا بشتغل فيها هي بتتعاقد مع شركات العربيات عشان تعمل البرامج اللي بتخلي الحاجات دي متاحة. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتهتم بالتعليم الأساسي ودمج التعليم التكنولوجي في المناهج في مرحلة مبكرة، وافتتحت مدارس ويل التكنولوجيا التطبيقية لتدريس العلوم التكنولوجية وتطبيقاتها العملية. كنت بدور على مدرسة إن هي تكون مواكبة العصر في مجال البروجرامينج، وأنا كنت مهتمة جداً بالبروجرامينج، فلما لقيت مدرسة بتوفر لي إن أنا فعلاً أدرس الحاجة دي فدخلتها واهتميت فعلاً بيها. ومش بس إن إحنا بندرسها كمواد نظرية، لأ بيكون في عملي بطبق المعلومات اللي أنا باخدها جنبي من خلال معامل وورش التدريب المهني. يبقى عندنا تخصصين رئيسيين، تخصص أي تي وتخصص كوميونيكيشن. أنا كنت حاصلة على مجموعة 99%، وده كان بيأهلني إن أدخل ثانوي عام، ولكن فضلت أن أدخل مدرسة ويل لأن مدرسة ويل مش بس إن هي بتهتم بالجانب العلمي، لا بتهتم كمان بالجانب العملي والتطبيقي وكمان بالجانب السلوكي، بتهتم جدا بشخصيتنا بحيث إننا دايما بنهتم بإن هي تنمي شخصيتنا، مثلا في التواصل إحنا إزاي نتواصل أفضل مع الآخرين، وإن إحنا إزاي نتعامل في تيم وورك، إن إحنا نكون فرد فعال في الفريق. نفسي إني أخلص مدرسة بتفوق إن شاء الله وأحصل على منحة وأسس شركة خاصة بيا تكون متخصصة تكنولوجيا المعلومات وأقدر أساعد بيها ذوي القدرات الخاصة. وبجانب المبادرات المختلفة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات اللي بتعتمد عليها زي الفنون الرقمية وتكنولوجيا الأعمال وتصميم الألعاب واللي بقت مطلوبة جدا في عصرنا الحالي. متخصصة في الفنون الرقمية، احنا بندرس دراسة نظرية وعملية بجد على مستوى حلو جدا، فأنا من أول سمستر أصلا ابتديت أعرف إزاي أشتغل على أبليكيشنز كبيرة. طالب في جامعة مصر للمعلوماتية كلية علوم الحاسب والمعلومات من محافظة البحر الأحمر. جامعة متجهة لفكرة التحول الرقمي وإن كل حاجة رقمية، ده هو المستقبل. أنا في كلية فنون رقمية والتصميم في جامعة مصر للمعلوماتية. الجامعة مش بس في كليتي أنا، كل التلات كليات التانية كلهم بيتجهوا تاني للعالم الرقمي، وسوق العمل كله بص للحتة دي دلوقتي، والمستقبل كله رايح للحتة دي. وزارة الاتصالات عامة بتخطط لحاجات زي كده اللي هو العالم الرقمي، فدي حتة كانت مطمناني جدا من ناحية إن هي أول سنة وإن أنا هدخلها جديد وكده. التحول الرقمي نقطة تحول بتغير شكل حياتنا. تقنيات وتكنولوجيا وعقليات مبهرة، مستقبل واضح والطريق له متخطط ومنور. إيمانا من مصر بأهمية التحول الرقمي، فقد قضت على هذا الطريق بشكل ملموس وعمدت إلى وضع خطة شاملة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية وتوطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات المصرية، وذلك من خلال عدة مشروعات على رأسها مشروعات منصة تقديم وتبادل الخدمات الحكومية وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، بأن موضوعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تمثل البوابة الذهبية لتحقيق هذا الهدف، كما أنها من أهم محفزات النمو الاقتصادي وأحد دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات من خلال توفير فرص عمل استناداً إلى عوائد الابتكار والتجديد. التحول للمجتمع الرقمي نقطة تحول في تاريخ مصر، والهدف الأساسي له هو بناء الإنسان، أنا وإنت كلنا، إحنا المصريين. احنا المصريين اللي لما بنلاقي نص فرصة بنحولها لفرصة كاملة، لما بتتوفر لنا الإمكانات بنطور وبنبدع في كل المجالات. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، شاهدنا مع حضراتكم نماذج مضيئة لشباب مصري وشابات مصريات عندهم القدرة والإرادة على تحديد مسار مستقبلهم، ومعانا دلوقتي على المسرح نماذج مضيئة لمصريين تانيين هيكملوا الصورة بحكايات تانية وحكايات نجاح مختلفة في مجالات كتيرة جدا.
العامل المشترك ما بينهم هو استفادتهم من المبادرات اللي بتقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الرئيس، اسمح لنا سيادتك ببدء الجلسة. طبعاً احنا سعداء جداً بوجودكم معنا، وهنبدأ جلستنا بتقديم الشباب الموجودين معنا. هبدأ بأبنوب فوزي، مدارس وي التكنولوجية التطبيقية. سارة ناجح، مبادرة التدريب المكثف. زياد هشام، مبادرة مستقبلنا الرقمي وبناة مصر الرقمية. عمر عمارة، مركز إبداع مصر الرقمية. رحاب السيد، مبادرة مستقبلنا الرقمي. مايكل ستيفانوس، مبادرة شباب مصر الرقمية. سامر وجدي، مركز إبداع مصر الرقمية. حبيبة الوكيل، مبادرة أشبال مصر الرقمية. نورهان وجدي، بنات مصر الرقمية. أستاذ محمد صبحي، أكاديمية التكنولوجيا المساعدة. شهد محمد، جامعة مصر للمعلوماتية. وشيرين الكردي، مركز الابتكار التطبيقي. منورنا. هبدأ من نورهان. نورهان وجدي من بنوتة صغيرة تعلقت بالكمبيوتر جداً، لخريجة كلية حاسبات ومعلومات قد الدنيا، وبعدين نزلنا لأرض الواقع ورحلة البحث عن وظيفة. احكي لنا عن الرحلة دي. مساء الخير، اسمي نورهان وجدي، بشتغل دلوقتي أخصائي تحليل بيانات في مركز دفاع السبروني في البنك الأهلي. أنا شغفي ابتدى من وأنا طفلة، لما كنت يعني بابا بيشتغل في حاجة لها علاقة بالتكنولوجيا، فكان شغله جزء من شغله على الكمبيوتر في البيت، فأنا كنت يعني بقعد جنبه أتفرج عليه، وكان يعني دايماً بيحس أنها متفاعلة وعناية بتلمع وأنا بتفرج، يعني بكتشف العالم الجديد. فهو بدأ ينمي فيا الشغف ده من وأنا صغيرة، والحمد لله لما كبرت دخلت كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة. بس لما اتخرجت منها بدأ التحدي، إن أنا للأسف ما لقيتش شغل كويس، فبدأت انتقلت محافظة القاهرة واشتغلت شغل ملوش علاقة بمجالي قوي. كنت مبسوطة في الشغل بس ما كنتش مبسوطة في نفس الوقت، لأن الصورة اللي أنا رسمها لنفسي للأسف ما قدرت ساعتها. ليه ما لقيتيش شغل كويس؟ يعني ممكن أن أنا أقول أني كان لسه بدري شوية عليا، ما كنتش يعني مؤهلة كويس بالشهادات وبالخبرة العملية لتأهلني لسوق العمل. طيب أروح لزياد. زياد خريج الجامعة الأمريكية، واحدة من أكتر الجامعات المعروف عنها، ويعني مأخوذ انطباع أنه حامل هذه الشهادة بيتخطف في سوق العمل، بس أنت حسيت أن أنت لسه في حاجات ناقصاك. مساء الخير، أول حاجة أنا زياد هشام السيد، خريج كلية هندسة الحاسبات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة دفعة 2020. أنا بعد التخرج كنت حابب أن أنا أشتغل في مجال علوم البيانات، بس المشكلة هي أن أنا لما كنت في الجامعة ما سجلتش في المواد اللي ليها علاقة بالمجال ده. فأكبر تحدي كان بيواجهني بعد التخرج هو إزاي أن أنا هبدأ شغل في مجال أنا حبه بس ما عنديش الخلفية الكافية فيه. سامر، ابتديت من وانت صغير تهتم بالجيمز، الألعاب الإلكترونية، وكنت جيمر قوي جداً، بعدين دخلت كلية علوم الحاسب، وبعدين ابتدى الصراع ما بين هشتغل في وظيفة تقليدية ولا هحقق حلمي اللي هو مرتبط برضو بالإلكترونيك جيمز والإلكترونيك سبورتس أو الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. طيب مساء الخير، أنا سامر وجدي، شريك مؤسس في شركة جي بي أرينا. بداية جي بي أرينا هي أكبر منصة للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، للألعاب والرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط. أنا جيمر وفي نفس الوقت بروجرامر، بحب البروجرامينج جدا من وأنا صغير، ودخلت كمبيوتر ساينس أو علوم الحاسب عشان حبي للمجال دوت، وفي نفس الوقت عندي شغف كبير جدا بالجيمز. الموضوع بدأ لما قررت أنا وزملائي إن إحنا يبقى مشروع التخرج بتاعنا ليه علاقة برضه بالجيمز. وبعد ما خلصت كنت يعني محطوط في موقف إن أنا يا إما هشتغل في شركة بروجرامر أو هشتغل في المجال اللي أنا نفسي أكون شغال فيه اللي هو في الجيمينج برضه. قررت أن أخذ الخطوة وأروح أقول لوالدي ابنك جيمر يا حج، فبالتالي محتاج أن أنا أروح يعني أبدأ أشتغل بقى في المجال دوت. كان الموضوع صعب شوية عليه وصدمة يعني عليه شوية، أنه هو ما كانش لسه عنده دراية أن دوت حاجة ممكن فعلا تدخل لنا فلوس يعني في يوم الأيام. وهنا بدأت رحلة بحثنا أنا وشركائي على مكان يلمنا بقى نبدأ نشتغل فيه يعني، ونبدأ منه المشروع يعني بشكل عام. دي كانت نقطة البداية، هنتكلم عن النقطة دي لأنها كانت سبب تحول كبير. لكن هروح لرحاب. رحاب، قصتك مختلفة شوية، أنت تخرجتي من هندسة اتصالات من 17 سنة، وما كانتش عندك مشكلة في فكرة أن أنت تلاقي وظيفة، لأن أنت كان عندك تجارة عائلية وفضلتي شغالة فيها لفترة طويلة جداً، ولظرف ما اضطريتي تقعدي في البيت،
بس كان عندك هدف أكبر من فكرة إن أنت تكسبي فلوس، وهي فكرة إن أنت تربي في ولادك قيمة مهمة جدا. السلام عليكم، أنا رحاب السيد إمام، خريجة هندسة اتصالات. يعني أنا دايما تفكيري غير نمطي، فكنت شايفة أهلي ناجحين جدا في تجارتهم، حبيت أخوض التجربة. يعني كنت بسمع دايما يا عم باشمهندسة ايه دي، عمرها ما اشتغلت بالهندسة، بس كنت تمام، كنت ناجحة قوي لمدة 17 سنة، لكن ظروف عائلية اضطرتني يعني اني اقعد، هي كانت مؤلمة بصراحة، اضطرتني اقعد في البيت ووقف التجارة دي خالص. يعني كانت اكبر مشكلة بالنسبة لي ان كان عندي يعني الاب متقاعد قاعد في البيت، الام قفلت شغلها وقاعدة في البيت، اللي هو اخرنا احنا كل النهارده. فازاي اربي ولادي بقى على قيمه العمل، الهدف من الشغل والاحلام والطموحات ازاي نحققها، ازاي نصحى كل يوم عندنا هدف ونشتغل ونسعى عشان نحققه. لغايه ما قابلت مبادره مستقبلنا رقمي، ساعدتني ان انا اتحدى الموضوع ده واني احيي المهندسه تاني. طيب استاذ محمد صبحي، استاذ محمد قصتك الحقيقه قصه ملهمه وقصة مهمة جداً ومختلفة. حضرتك قدرت تحول ظروفك لطاقة نور وطاقة إبداعية وفكرية تقدر تساعد من خلالها يعني المئات من ذوي القدرات الخاصة، وده من خلال بحث مهم جداً أنت قمت بيه. ممكن تكلمنا عن بحثك؟ أشكرك جداً. أنا محمد صبحي، رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، بعمل في مجال التكنولوجيا المساعدة من أكثر من 17 سنة، وأول معاق بصري يحصل على الماجستير من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. وكان موضوع الماجستير يتعلق بتحويل النصوص العربية المصورة إلى نصوص يمكن قراءتها باستخدام أحدث التقنيات للذكاء الاصطناعي، ودي هتأهل المعاقين بصريا إن هم يقدروا يوصلوا للمعرفة بشكل أكثر سهولة، وعندهم استقلالية مش هيحتاجوا لحد، فبالتالي هيبقوا أكثر تفاعل وأكثر إنتاجية في المجتمع. حبيت أن أنا بعد ما أثبتت النتائج بتاعت البحث دقة عالية جدا، أن أنا أحولها إلى تطبيق يمكن أن الناس تستخدمه، فتوجهت على طول على الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة، عشان هم عندهم حاضنات بتساهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المساعدة، علشان تقدر تدعمهم بشكل كامل، سواء دعم فني أو مادي أو معنوي، بحيث إن هم يقدروا يشوف منتجهم النور. هايل. عمر عمارة، عمر أنت وأختك فرح كنتوا درستوا برا واشتغلتوا كمان برا في مؤسسات هامة جداً، كل واحد فيكم في مجال مختلف، بس كانت مؤسسات مهمة جداً. قررتوا أن أنتوا ترجعوا مصر وترجعوا بفكرة ليها علاقة بمجال الزراعة، أول بلاتفورم من نوعه في الشرق الأوسط Fresh Source، يعني كمان متداخل مع فكرة العاملين في قطاع الزراعة، والعاملين في قطاع الزراعة يمكن فكرة التحويل خاصة لو تحويل رقمي فكرة مش بسيطة قوي. كلمني عن Fresh Source وإزاي قدرتوا أو ليه كمان قررتوا تيجوا بيه هنا مصر. تمام. أنا عمر عمارة، مؤسس شركة First Source. أنا وأختي فرح ابتدينا الشركة دي في 2019، وهو تطبيق إلكتروني بيوصل مزارعين بالشركات، شركات مثل الفنادق، المطاعم، المستشفيات، المدارس. بنزود الدخل بتاع المزارعين بحوالي 20%. كنت أنا وفرح دارسين برا في إنجلترا، وكنت بشتغل برا في أحد البنوك هناك، بس إحنا كان طول الوقت عايزين نرجع هنا مصر، وكنا عايزين نعمل حاجة فعلا تفيد بلدنا. لما لقينا فرصة زي دي في مجال الزراعة، في تكنولوجيا في الزراعة، حسينا إن إحنا لازم ناخد الخطوة دي. ما كانتش سهلة طبعا، بس صراحة بمساعدة وزارة الاتصالات وبرضو مع شغل في وزارة الزراعة، عرفنا إن إحنا نوصل لمحافظات مختلفة، بقينا شغالين في 11 محافظة دلوقتي، فلسه في الرحلة يعني. الله. مايكل، انت من هنا ودرست في اسوان وفتحت شركه خاصه ليك في الغردقه، رحله غريبه شويه صح؟ يعني واشتغلت شويه في القاهره. انا مايكل الصفانوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركه كواليتي للمقاولات في الغردقه، بالاخص في مجال شبكات المعلومات والالياف الضوئيه. الحلم بدأ معايا من أول التخرج في 2014 بعد انهاء الخدمة العسكرية. كان ليا حلم أن يكون ليا البيزنس أو الشركة الخاصة بي،
بس ما كانش فيه في وقتها الخبرة العلمية أو العملية أو الماديات الكافية اللي تخليني أعمل الموضوع ده. كان قدامي فرصة في مجال الموبايل في شركة من شركات الموبايل الانترناشنال، انتهزتها طبعا أكيد في الوقت ده، ونقلت من أكتر من بوزيشن فيها على حسب الخبرة، لغاية لما سمعت عن مبادرة شباب مصر الرقمية ونقلت لي نقلة جذرية من مجال الموبايل للمجال اللي أنا كنت حابه أكتر. هنعرف أكتر عن المجال ده، لكن هروح لسارة. سارة كلية زراعة في سوهاج لجرافيك ديزاينر. أنا تخرجت من كلية زراعة جامعة سوهاج في 2020. اشتغلت، كان من حظي ان انا اشتغلت في شركة ما كانتش كانت روتينية قوي، والشغل كان محسسني ان انا فقد الشغل، وانا كشخص بيحب يرسم ويحب يبدع ما بيقعدش على حيله في مكان، كان الموضوع ده مأزمني جدا. فاخدت منحة في مركز ابداع مصر الرقمية في سوهاج. المنحة دي مش قادر اقول ان هي غيرتني 180 درجة، بالعكس جدا هي خلقتني من اول وجديد، حولتني من شخص ما بيعرفش يعني ما بيعرفش حاجة عن الفوتو في الفوتوشوب وبرامج التعديل عموما، لشخص شغال النهاردة من بيته في سوهاج في شركة في أمريكا. هي تعتبر النهاردة من أحسن 50 شركة على منصة أبورك للعمل الحر. اختاروكي ليه؟ هما في الاول اخدوا معايا 6 شهور تدريب، انا وكذا حد من مختلف العالم يعني. طبعا عجبهم اكتر حاجه ان انا على طول متواجده معاهم، وعلى طول بسلم مشاريعي في وقت محدد بتاعي، وطبعا عشان العماله بالنسبه لهم هنا ارخص عشان سعر الدولار وكده، يعني اخذوني انا الوحيده من ضمن المتدربين اللي معايا. مش بس كده، هم قالوا لي كمان ان لما تعاملوا معايا، كنت انا اول واحده تعامل معايا في الشرق الاوسط كله في العالم العربي، حبوا يعينوا اكتر في الوطن العربي، وهم دلوقتي بداوا فعلا رجعتيهم ان هم يبصوا اكتر للعماله العربيه. بالظبط. ابنوب اصغر حد يعني من اصغر الناس اللي موجوده معانا هنا على المسرح، انت في ثالثه اعدادي جايب مجموع حلو جدا ما شاء الله يخليك تدخل ثانويه عامه بمنتهى الاريحيه، قررت تروح لأسرتك اللي هم متمسكين جدا بثانوية عامة، قلت لهم أنا مش داخل ثانوية عامة، أنا داخل مدرسة في التكنولوجيا التطبيقية. في الأول أنا اسمي أبنوب فوزي فرج، طالب في مدرسة في التكنولوجيا التطبيقية. بعد تالت إعدادي كأي طالب عادي هيخش ثانوى عام، يعني أنا جايب مجموع 93.6، فمجموعي يأهلني ثانوى عام. بعد ما قدمت ثانوى عام وقدمت الملف بتاعي في المدرسة وخلاص كنت هقبل فيها، لقيت مجال تاني اسمه التكنولوجيا التطبيقية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية كلها عموما. لقيت بقى استمارة رغبات، دورت اكتر ورا المدارس دي، لقيت في مدرسة اسمها وي للتكنولوجيا التطبيقية، دورت عليها كتير، ودورت ايه يدرسوا ايه جوه، ايه المجالات الموجودة، طب ممكن اخش هطلع ايه بعدها مثلا، طب هدرس ايه، المدرسة جوه حلوة ولا لا. بعد ما سألت وعرفت كل ده قلت لأهلي، وهنا كانت الصدمة يعني بالنسبة لهم. قبل الصدمة ازاي بقى؟ قبل الصدمه هم ما كانواش عارفين اني لسه بدور، يعني هم يعني عرفوا عن المدارس بس قالوا لا احنا قدمنا في ثانوي عام. قبلوها ازاي؟ قبلوها بلا يعني في الاول، احنا ثانوي عام كلنا، يبقى انت ثانوي عام زينا وده الاضمن، يعني كل الناس دخلت ثانوي عام فده الاضمن. بعد محاولات كتير من اقناعهم والحمد لله اقتنعوا، دخلت المدرسه وبقيت طالب في مدرسه في التكنولوجيا التطبيقيه. نروح لشهد. شهد باباكي طبيب أسنان وكان حريص جداً أن أنت تطلعي دكتورة أسنان، متمسك جداً بفكرة كليات القمة طب وهندسة، وبيجيب لك بقى كتب أسنان من وانت صغيرة وحاجات كده كتير اتكلمتي معايا فيها. إزاي عرفتي تقولي له لا أنا مش داخلة خالص بقى طب، أنا داخلة جامعة مصر للمعلوماتية؟ طيب أنا في الأول شهد محمد، أنا كنت طالبة ثانوية عامة، وطول عمري أهلي كانوا حاطيني أن أنا إن شاء الله أدخل في المجال الطبي وشجعوني على الموضوع ده. حتى والدي وانا صغيره كان بيجيب لي دايما كتب تشريح وانا لسه طفله يعني لاسنان وحاجات زي كده، عشان هو حابب ان هو يشوفني حاجه زي كده لانها كليه قمه. بس لما كبرت حسيت ان الانسان مش لازم يشوف ان كليه قمه عشان خاطر اللقب، بالعكس هو لو حابب حاجه ودخلها وشافها هيبقى هو قمه فيها وهينجح فيها. فمن هنا بدات فكره ان انا هروح اقول لبابا انا مش هبقى دكتوره اسنان خلاص، انا هدخل مجال جديد خالص اللي هو قسم تصميم الالعاب،
ومش موجود في مصر، مش موجود في أي جامعة كمان في مصر غير جامعة مصر المعلوماتية، وإن شاء الله هنجح فيه لأن أنا حباه وحابة أن أنا أكون في حاجة مختلفة لأن العالم كله عارفها ولازم إحنا كمان نواكب العصر ونعرفها ونبدأ نشتغل فيها هي كمان. أنت قلتي له هو عمل إيه؟ هو في الأول كانش مقتنع اللي هو إيه أصلاً المجال ده وإيه القسم ده، طب هتشتغلي إيه منه؟ بس أنا كنت شايفة أن إحنا العالم كله حرفياً هيتحول دلوقتي لعالم رقمي، السوق العمل كله متجه للحتة دي، المستقبل كله هناك، فهو بصراحة شجعني وقال لي طيب تمام. وفي الأول أنا عارفة أنه ما كانش مقتنع قوي، بس لما دخلت وبدأ يشوف شغلي وبدأ يشوف قد إيه أنا شغوفة في اللي أنا بعمله، بقى هو نفسه يساعدني ويشجعني وينزل معايا في التصوير وفي حاجات كثيرة خالص. شيرين الكردي، خريجة هندسة حاسبات، ما كانش عندك مشكلة في أن أنت تلاقي وظيفة؟ بالعكس كان عندك عروض عمل يعني متعددة برا مصر وفي مصر، بس أنت قررتي أن أنت تفضلي موجودة وأن أنت تشتغلي في مركز الابتكار التطبيقي. مظبوط. أنا شيرين الكردي، اتخرجت من كلية هندسة جامعة اسكندرية قسم حاسبات ونظم سنة 2020. أنا كنت حابة أن أنا أشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، بس من غير ما أتنقل من اسكندرية أو حتى أسافر برا مصر، كنت حابة أشوف مردود عملي في بلدي. فسمعت وقتها عن مركز الابتكار التطبيقي، والمركز ده لما انضميت لي أتاح لي فرصة كبيرة جدا أن أنا أقدر أتعلم أحدث التقنيات الموجودة في العالم، ومش بس أن أنا أتعلمها، لا أطور منها، بس مش من خلال بقى مشاريع مش من خلال محاضرات أو كورسات، لا من خلال مشاريع قومية بتمتلكها الدولة وبتأثر في حياة كتير من المصريين. زي إيه؟ أنا اشتغلت في تطبيق طبي، التطبيق اللي قدرنا نعمله بنينا نظام باستخدام الذكاء الاصطناعي يقدر يكشف على العين مرض اسمه اعتلال الشبكية السكري، وحققنا فيه نسبة دقة في التشخيص عدت 96%، ودي من أحسن النتائج اللي ممكن نوصل لها حتى لو استخدمنا أي منتج أو أي بحث نشر في العالم. وتطبقت فعلاً؟ مزبوط؟ وتطبقت فعلاً، وإن شاء الله هيتعمم في جميع أنحاء مصر ويمكن الدولة أنها تقدر تكشف بشكل دوري على كل مرضى السكر بإذن الله. نورهان، نورهان جيتي بقى خلاص القاهرة وتعرفتي على المبادرات اللي بتقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بس في حتة صغيرة أن أنت أصلاً من المنصورة، وأهلك أكيد كانوا قلقانين عليك أن أنت تيجي من المنصورة للقاهرة وتقيمي لمدة سنة وتتفرغي كمان. هو أنا في الأول يعني قلت لحضرتك أن أنا كنت رحت القاهرة واشتغلت شغل ملوش علاقة قوي بالحلم اللي أنا رسمه في حياتي، بس يعني أنا بدأت ساعتها يعني أدور أكتر. بس أنت تتفرغي بقى، قررت أنت تتفرغي سنة كاملة؟ قررت أن أنا أتفرغ لما سمعت عن مبادرة بنات مصر رقمية، وبالذات أن هي بتقدم مسار الأمن السيبراني اللي كان شدني جدا، لأن إحنا فعلا في حاجة ليه دلوقتي خصوصا في ظل التحول الرقمي. بدأت كمان يعني كان عندي التخوف بقى اللي حضرتك قلتي عليه بتاع أن أنا يعني بنت من محافظة المنصورة يعني محافظة الدقهلية، ومحتاجة أن هي تنتقل تعيش في القاهرة سنة كاملة وتقدم في حاجة زي دي وتتخرج منها، ما كانتش حاجة سهلة، خصوصا أن أنا كمان يعني كان لازم التفرغ عشان المنحة، فكان لازم أسيب شغل حاجة زي كده. كان أهلي متخوفين منها شوية في الأول، بس لما دورت أكتر عرفت أن المبادرة بتقدم إقامة كاملة للطلاب من برا القاهرة، بتقدم لهم يعني مقر دراسي مجهز كل التجهيزات، وكمان بتقدم لهم حاجات زي أنشطة رياضية وأنشطة ترفيهية، حاجات يعني مناسبة للناس اللي لسه متخرجين وفي سني. والحمد لله لما تخرجت منها يعني عرفت أنه البنت المصرية ممكن بكل بساطة تاخد ماجستير من جامعة برا وهي في مصر ومش محتاجة تسيب بلدها. تشتغلي فين دلوقتي؟ بشتغل دلوقتي في البنك الأهلي المصري في مركز دفاع السيبروني، يعني أنا مسؤولة عن تأمين ممتلكات المصريين، ودي حاجة أنا كنت بحلم أعملها من صغري. يعني تسمحي لي أسألك متوسط الرواتب قد إيه؟ متوسط يعني هي بتختلف حسب الليفل الوظيفي، بس يعني لو هتكلم عليا أنا في الشهر مثلا ممكن من 12 ل 14 ألف جنيه، بس لو هناخدها على السنة كلها يعني الفوائد والحاجات اللي زي كده ممكن توصل ل 30 ألف وأكتر لو قسمنا على عدد شهور السنة. ما شاء الله. حبيبة، أصغر واحدة معنا، حبيبة 14 سنة،
جريد 9 يعني تقريبا اولى ثانوي او ثالثه اعدادي. وانتي كنتي مختلفه من وانتي صغيره، كنتي بتحبي الليجو وتركبي مكعبات وبتحبي الروبوتس حاجات كده كتير. ما انا بصراحه كنت بحب الليجوز اكتر من اللعب التانية، لسبب علشان وانا صغيره كنت بحب اللعب اللي هي بيكون فيها تركيب واللي احنا نفكر فيها، فعشان كده حتى الروبوتكس حسيت اللي هي فيها الحته اللي احنا نقعد نركب في الروبوت، وفي نفس الوقت انا ببرمج الروبوت، فدي اكتر حاجه شدتني في الروبوت. كمان زياد اتعرفت على مبادره بنات مصر الرقميه و قررت ان انت تروح، بس انت روحت كمان مبادرة قبلها وحصلت على شهادتين، وكنت خايف وانت رايح بقى تقدم في بنات مصر الرقمية، ده سر، انا اسفة بس انا اضطريت اقوله. كان سر ما بين هلش، انا اسفة جدا، بس ممكن تقول لنا بقى ليه كنت خايف وايه اللي اتغير؟ انا كان عندي مخاوفات من بنات مصر الرقمية، انا حتى يعني بفتكر المكالمة اللي جات لي وكان في حد قال لي مبروك انت اتقبلت في بنات مصر الرقمية، وانا كنت واخد اصلا القرار من قبلها ان انا مش هكمل فيها، فهو كان بيقولها لي بكل حماس، وهو استغرب لما لقى ان انا مش برد الحماس ده، وكل قلت له الله يبارك فيك شكرا وخلاص كده. بس لما رحت اليوم التعريفي المفهوم اللي عندي اتغير، انا في خلال سنه واحده بس قدرت ان انا احصل على شهادات تقنيه وشهادات اداريه ودرجه الماجستير، والحمد لله كنت الاول على الدفعه فيه، وده رفع طبعا المسيره الذاتيه بتاعتي بشكل ملحوظ، والنتيجه ان انا جالي كذا عرض عمل، ابرزهم عرض عمل في شركه ناشئه وعرض عمل في قطاع البنوك، واخر عرض كان من شركه استشاريه عالميه. متوسط المرتب قد ايه؟ هو متوسط الدخل بالنسبه للشباب اللي هم عندهم نفس الامكانيات والشهادات والمهارات اللي احنا اكتسبناها من بنات مصر الرقميه بيبدا من حوالي 15000. 15000. طب سامر، انت دلوقتي ما شاء الله يعني مؤسس شركه مهمه جي في ارينا، وانت قلت انه مركز الابداع ساعدك كتير، ساعدك في ايه؟ وعايز اعرف كمان منك بعض التفاصيل بقى الخاصه بالاستثمارات دلوقتي قد ايه في شركتك، ابتديت بقد ايه اصلا، مبلغ قد ايه؟ طيب احنا البدايه كانت من 2018 لما بدانا ندور على مكان زي ما قلت يلمنا انا والفريق بتاعي. قبليها كان عندنا تجربه في فرنسا برضو لمده سنه، بس كان عندنا فرصة أكبر بكتير هنا، لأن هنا متوفر عمالة كويسة قوي especially في البروجرامينج يعني بشكل عام، و يعني كماديات العمالة هنا أرخص كتير جدا، فده ساعدنا إن احنا نقدر نعين كذا حد يشتغل معانا يعني في الفريق. البداية لما قدمنا في البروجرام كان بالنسبة لنا يعني متخيلين إن هو عبارة عن مكان بس هنقدر ناخده، لا هو طلع مكان وفي فاسيلتيز اكتر، زي ان في مثلا مواصلات مثلا تجيب الناس وتوديها، في دعم مادي بيساعدنا ان احنا نقدر نقدم على سفريات لحضور مؤتمرات مثلا، سواء كان في المجال بتاعنا في مجال الجيمينج او في مؤتمرات تساعدنا ان احنا نقدر نقابل فيها مستثمرين مختلفين. وفعلا في خلال الفترة بتاعتنا في مركز الإبداع التكنولوجي قدرنا ان احنا نطلق اول نسخة تجريبية للمشروع بتاعنا، وجبنا اول رعاية للمنصة بتاعتنا. يعني فكرة الإكسبوجر ان هي عرفتكو على شركات كبيرة ثانية ممكن تقدر تساعدكو وتتعرفوا عليها. طب ابتديت بقد ايه؟ ابتديت ب10000 جنيه. 10000 جنيه. طب الاستثمارات دلوقتي قد ايه؟ الاستثمارات لحد دلوقتي دخلنا جولتين مبدئيتين ب 700000 دولار. كم موظف؟ 30 يعني بدأنا كنا 3 شركاء، دلوقتي احنا 30 واحد في الفريق. ما شاء الله. مايكل صاحب شركة ما شاء الله قد الدنيا، قولي ابتديت بقد ايه؟ انت كان ليك شريك، كان معاك شريك، ابتديت بقد ايه؟ احنا وقت ما بدينا ب 70000 جنيه تقريبا انا وشريكي، يعني كل واحد كان فينا 35000 جنيه، قلنا دي يعني هنشتغل بيها ونشوف اخرتها هتبقى ايه. طبعا كاي شركه ستارت اب في البدايه الدنيا كانت صعبه جدا في اول مثلا 6 ل 8 شهور، عشان خاطر الايجارات والعماله والانتقالات والمصاريف اللي هتتصرف اصلا على اي مشروع، بالاخص ان احنا لسه ما لناش اسم في السوق، بس ابتدينا نشيل شغل صغير بتكاليف اقل بكتير عشان يبقى لنا سابق اعمال. الكلام ده فضل معانا فتره شويه كده لغايه لما جت لنا عقد في اول شركه كبيره، شركه رائده برضو في المجال من الشركات الكبرى هنا في مصر.
اتقال لي كده بالنص هات لنا سابقة اعمال ورقية تفيد انك تقدر تشيل الشغل ده منا. انا قلت لهم انا شلت الشغل ده من شركات سب كونتراكتورز كتير موجودة واحنا اللي نفذنا، ممكن تسأل علينا. بس ابتديت اديله الشهادات اللي انا اخدتها من مبادرة شباب مصر الرقمية في الفايبر اوبتكس وشبكات المعلومات، وده اللي خلانا ناخد اول خطوة فعلية بان احنا نشيل الشغل كشركة كواليتي نفسها. هي حجم الاستثمارات دلوقتي قد ايه؟ يعني انا لو هتكلم على اخر كوارتر احنا ممكن نقول ان احنا منفذين مشاريع زي مستشفيات او تطوير هيئات حكومية داخلة في 1.5 مليون مثلا. عدد الموظفين؟ عدد الموظفين احنا وقت ما بدينا كنت انا وشريكي بنعمل كل حاجة تقريبا، سايت انجينير ومكتب فني وكل حاجة. بس احنا دلوقتي الحمد لله وصلنا ل 14 واحد مهندس على فنيين على محاسبين. عمر 5000 مزارع بتتعاملوا معاهم من خلال الابليكيشن بتاعكم، وحجم الاستثمارات ما شاء الله كبير جدا. قلنا حجم الاستثمارات وصل قد ايه وكنتوا مبتدئين بقد ايه؟ تمام. اول ما فتحنا الشركه في 2019 كنا راس مالنا كان 200000 جنيه، وصلنا النهارده الاستثمارات بحوالي 2 مليون دولار. عدد الناس في الشركه برضو كبر، يعني لما ابتدينا في الاول الشركه خالص كنا حوالي 5 اشخاص، دلوقتي بقينا حوالي 100 واحد. طبعا فول تايم وبارت تايم، يعني ناس معنا في المزارع وناس معنا في المخازن. وطبعا يعني بمساعده وزاره الزراعه ومساعده وزاره الاتصالات عارفين نوصل اكتر المزارعين اكتر. 5000 لسه طبعا عندنا يعني مشوار طويل ان احنا نعرف نوصل لاكتر. استاذ محمد صبحي، حضرتك يعني وهبت نفسك انك تساعد ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه، وده من خلال ابحاثك ومن خلال ان انت حريص ان انت تحول هذا البحث من مجرد فكره لمنتج، وانت بالفعل قدرت تحقق موديل قوي جدا كمان من خلال ترأسك قسم ذوي القدرات الخاصه بمكتبه الاسكندريه. كل دي احلام الحقيقه نبيله جدا، بس اكيد وراها دافع قوي. هو اكتر من دافع في الحقيقه، يعني الدافع الاول طبعا كان لازم اتفوق في الدراسه علشان خاطر اقول لوالدي ووالدتي شكرا، الناس دي تعبت معايا لغايه ما قدرت اخلص، فكان لازم يحسوا بقيمه المنتج او الاستثمار اللي مستثمروه، ان احنا وصلنا ان احنا معانا يعني الحمد لله ماجستير وان شاء الله الدكتوراه، وفي نفس الوقت تفوق في شغلي يعني في اكتر من مجال. تاني نقطه هو ان انا لما بدات احتك واتعامل مع المعوقين بصريا وخاصه المكفوفين حمدت ربنا طبعا ان انا الحمد لله كنت احسن من غيري، وان انا نظري ضعيف لكن اقدر ادي، واعتقد ان انا عندي ميزه فكره ان انا اقدر اربط ابقى همزه وصل ما بين الكف الكلي او المعاق بصريا بشكل كامل وما بين الشخص العادي او اللي ما عندوش اعاقه بصريه، ان انا عندي أوير قوي أو ما عندي الوعي بطريقة تفكير كل نمط منهم. فمن خلال الفرصة دي قدرت أن أنا أكون يعني الحمد لله سبب في تغيير مصير ناس كتير، قدروا أن هم يدخلوا في مجالات دراسة مختلفة ويقدروا يشتغلوا في أماكن مختلفة عن زمان. يتقنهم للتكنولوجيا بتغير حياتهم تماما. واعتقد ان كل حد من كل شخص من الناس اللي انت ساعدتها بيقول لك شكرا، وكمان يعني احنا فخورين بيك زي ما والدك ووالدتك اكيد كمان شكرا. فخورين بيك. طيب ابنوب، اصغر رجل اعمال موجود معانا هنا على المسرح، انت دخلت مدرسه بي التكنولوجيا التطبيقيه وابتديت فعلا كمان تشتغل، انت شايف المدرسه اهلتك ازاي لحد دلوقتي وايه المختلف فيها؟ انا قبل المدرسه دخلت كورسات في علم الروبوتات وخدنا مسابقه، يعني دخلنا مسابقه وخدنا فيها مركز اول جمهوريه. فبعدها بعد ما دخلت المدرسه قلت طب هي ممكن تضيف حته العلم الروبوتات اللي انا اخدته يضيف للمدرسه، فعلا ضاف حاجه كبيره جدا، وبقيت ان انا ابقى انستراكتور او محاضر في الكورس اللي انا كنت بديه دلوقتي، بديه لطلاب صغيرين كمناهج صغيره يفهموا منها ازاي يعملوا الروبوتات وازاي يكونوا دايره كهربائيه او الانظمه المدمجه. والمدرسة ضافت لي معلومات كتير عن الاتصالات وعن الحسابات والمعلومات، وبتنزلنا تدريب عملي وبتدينا مهارات حياتية وشخصية لينا احنا، وبتهتم بالجوانب دي كلها. يعني عشان باختصار بتؤهلك ان كان دراسيا او كمان على المستوى الشخصي والسلوكي. بالضبط. طب انا هسألك سؤال سريع جدا جدا جدا، ايه المعتقد اللي كان عندكم وتغير بعد ما وصلتوا قطعتوا كل المشوار ده؟
سريعا جدا وهبدا بقى بنام. المعتقد بالنسبه لي ان انا كان لازم استنى التخصص في الجامعه، وده كان معتقد خاطئ. لا، انا ممكن اتخصص من هنا في ثانوي وابقى كبير في المجال، وانا دلوقتي فريلانسر بشتغل عمل حر. ساره، انه طبعا مش لازم اكون المجال اللي بحبه ابقى خريجه منه، المجال اللي بحبه هدور على ازاي استفيد، ازاي اقدم فيه، وازاي اكون بروفيشنال فيه او محترفه فيه. زياد، المعتقد الخاطئ هو ان مش شرط عشان في ناس بيتخرجوا من الجامعات ان الشركات بتبقى قاعده مستنياهم عشان توظفهم. لا، هو لازم ان الواحد ان هو يسعى ويطور من نفسه عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. عمر، هو المعتقد ان تبدا شركه صعبه، هو مش خطا، هو فعلا صح، ولكن فعلا لو في فكره كويسه وفي ناس كويسه تعرف تساعدك يبقى هي حاجه تستاهل. رحاب، ان مش كل حاجه يعني منح الدوله مش كلها حديث التخرج بس، وممكن برضو يبقى عندك فرصه لو في جاب بين التخرج وبعدين، ومش كل حاجه مكتب وشركه، ممكن الواحد يعمل شغل كويس قوي من البيت. مايكل، انه الشركات اللي تقدر تشيل شغل كبير او الافراد اللي هي هتشتغل في مجال التكنولوجيا لازم تكون موجوده هنا في مصر. يعني احنا دلوقتي بنشيل شغل كبير الحمد لله في الغردقه. الحمد لله. سامر، المعتقد ان واحنا بنقدم ما كناش متخيلين ان حد اصلا هيفهم احنا بنقول ايه او حد هياخدنا بجديه شويه، بس لما قدمنا الناس شافت اكتر ناحيه البيزنس في اللي احنا بنتكلم فيه. حبيبه، اللي النجاح ملهوش سن، فمش لازم عشان يكون عندك حلم او مشروع لازم تبداه بعد لما تكبر، ممكن تبداه دلوقتي عادي. نورهان، ان الطالب المصري علشان ياخد ماجستير من جامعه بره محتاج ان هو يسافر بره مصر. استاذ محمد، ان الاعاقه البصريه ممكن تثبت لك اي قيود او تخليك ما تقدريش تتعلمي اللي انت عايزه تتعلميه. لا، انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه وفي اي مجال. شاهد، انك لازم تكون شاطر في الكمبيوتر من وانت صغير، وده مش صح، لان انت تقدر بالصبر ان انت تشتغل من اول سنه ليك في اي حاجه انت حطيت فيها صبر وشغف. شيرين، ان انا مش محتاجه اسافر بره مصر عشان اقدر اشتغل في مشاريع كبيره فيها ذكاء اصطناعي. يعني انا بشكركم الحقيقه جميعا وبتمنى لكم اكيد كل التوفيق، لكن احنا لسه قصصنا ما خلصتش. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور الكريم، دلوقتي اسمحوا لي اقدم لحضراتكم تجارب لرواد أعمال مصريين نجحوا خلال وقت قصير في تأسيس شركاتهم الخاصة في مجال التكنولوجيا وجذب استثمارات خارجية بعشرات الملايين من الدولارات. رحبوا معايا أولاً بدكتور محمد محسن، الشريك المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة SI Vision، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية. مساء الخير يا فندم. أعرف نفسي أن المهندس محمد محسن، رئيس مجلس إدارة شركة SI Vision وأحد مؤسسيها. شركتنا فندم بتعمل بمجال صناعة الإلكترونيات. أنا لاحظت حضرتك عقبت على هذه الصناعة من دقائق، وحابب أخذ بس دقيقة من وقت حضرتك ومن وقت الحضور. عارف قد إيه حضرتك مهتم بهذه الصناعة ومتابع، ولكن خليني أشرح بس في عجالة سريعة ما هي صناعة الإلكترونيات. احنا النهاردة العالم في جائحة كورونا بتهيألي كله ابتدى يقف وحس بهذه الصناعة لما تعثرت سلاسل الانتاج بالذات لشرائح ورقائق الإلكترونية، لانها مأثرة في كل حاجة في حياتنا، في زراعة، في صناعة، في اكل، في عربيات، في اجهزة ثقيلة، لان لا يخلو شيء من في حياتنا النهاردة من رقائق إلكترونية. لو مسكنا اي جهاز من تليفون او لابتوب او واتيفر وقلبناه ولقينا فيه شرائح إلكترونية اللي هي لا تتعدى سنتي في سنتي أو خمسة سنتي في خمسة سنتي، الشريحة دي جواها مئات الملايين من الترانزستورز، ويكاد يكون المليارات في الترانزستورز في التكنولوجيز الحديثة النهاردة. ده معناه أن هي صناعة يعني عميقة للغاية ودقيقة للغاية، تتطلب جهد رهيب من مرحلة التصميم إلى التصنيع ثم التجميع والاختبار. إحنا في شركتنا النهاردة يا فندم إحنا بنشتغل في مرحلة التصميم، لان لقيناها ان افضل شيء لينا في مصر نقدر نعمله، لان هي قليله الاستثمارات. المرحله بتاعه التصنيع مرحله عنيفه في الاستثمار، تتطلب استثمارات كبيره جدا. احنا في شركتنا ابتدينا اربع مهندسين في وقت في مصر كان فيه شركات اللي بتعمل بهذا المجال شركتين ثلاثه. كنا بنجد صعوبه بالغه ان احنا نقدر نطلع نجيب من امريكا بالذات، لان هي السنتر الرئيسي في سيليكون فالي، أو هو مركز هذه الصناعة في وادي السيليكون في أمريكا، إن إحنا نقدر نجيب شغل والناس تصدق إن إحنا نقدر ندليفر في هذا الوقت ونسلم هذه المشاريع. الحمد لله تعبنا واجتهدنا،
ويعني انا شايف في الشباب هنا انا بحسدهم، هم عندهم فرص كانت يمكن احسن مننا في الوقت بتاعنا شويه. احنا نمنا في المكتب، نمنا كنا بنطبق ساعات ايام عشان ما نضيعش وقت ان احنا نرجع البيت ونيجي تاني عشان نخلص مشاريع. ربنا وفقنا بالمجهود وابتدينا نكتسب ثقة عملاء مرة واثنين وثلاثة، اتفتح لنا مجالات كبيرة، كبرنا فريق العمل بتاعنا في سنة واثنين الحمد لله، اكتسبنا استثمارات خارجية أجنبية بعشرات ملايين الدولارات، كبرنا الشركة وانتقلنا. كان دايما عندنا فكرة الاستراتيجي ان احنا ما نشتغلش ونروح شغلنا من غير ما يبقى عندنا فكرة انا عايز اعمل ايه بكرة. ابتدينا الاول ان احنا ننفتح على العالم، بعدين قلنا ناخد خطوه تانية اللي هي نطلع من ان احنا بنعمل خدمات تصميم للغير، ان احنا نعمل تصميماتنا الشخصيه تبقى ملكيات فكريه لينا نعيد بيعها ونقدر تبني قيمه سوقيه لشركتنا. وده كان اهم حاجه بالنسبه لنا، مش المكسب بتاع النهارده ولكن رفع قيمه السوقيه للشركه. الحمد لله قعدنا سنين من البحث والتطوير، خدنا عملنا مشروع تصميم وكنا مركزين قوي في حاجه كانت العالم محتاجه في الوقت ده وهو الدواري اللاسلكيه قليله الطاقه. ركزنا في حاجه اسمها البلوتوث لو انرجي. كنا في الوقت ده الحمد لله ربنا كرمنا كنا شركه من 3 شركات في العالم عندها احسن تقنيات لهذه التكنولوجي. جات لنا عروض استحواذ كتير الحمد لله، وصلنا لعقد استحواذ في منتصف 2015، شركة أجنبية من كبرى شركات في العالم في هذه الصناعة استحوذت على المنتج بتاعنا، وبعدها ابتدت مرحلة جديدة من شركتنا. المرحلة الجديدة ابتدينا نفتح فيها على العالم، شراكات حصرية مع كبرى شركات في العالم. فريق العمل بتاعنا اللي كان ابتدى بأربع مهندسين مؤسسين انتهى النهاردة الحمد لله احنا عندنا 500 مهندس مصمم. ده جهد كبير خلال سنين عشان نوصل له، عدنا كتير قوي. من أحد الحاجات اللي عملناها في حياتنا وكانت برضو جزء من استراتيجي، ما بنشتغلش غير بخطة وبنجدد خطتنا من سنة للسنة، وده اللي بنصح بيه دايما الشباب اللي بيشتغلوا في مشاريع. عملنا أكاديمية لينا لأن تعليم وتدريب المهندس الجيد اللي يستطيع يشتغل في هذه التكنولوجي مش سهل، بياخد كتير وبياخد كتير من الانفستمنت او من الاستثمار المالي واستثمار الوقتي وبيحتاج خبرات متراكمه. عملنا الاكاديميه لينا خاصه بتعاون مع كبرى الشركات الامريكيه في هذا المجال. الحمد لله قدرنا نخرج 400 مهندس خلال الاربع سنين اللي فاتوا، معظمهم اشتغلوا، كتير منهم اشتغلوا عندنا والباقي اشتغل في السوق. السوق احتاج النهارده بعد ما كنا 3 شركات 4 شركات في بدايه حياه الصناعه دي في مصر، النهارده مصر فيها اكتر من 30 شركه، فيها زخم النهارده عالمي ان الناس كلها شايفه المهندس المصري. ناخد كلمه من ساره قالتها من شويه، كانت بتقول احنا لما شافوني وقالوا ان هي شاطره ابتدوا يفكروا يعينوا اكتر، وده حقيقه. احنا كل مشروع بنبتديه في الشركه بقعد مع الناس واقول لهم انتوا الرسل بتوعنا عشان العميل يقتنع بينا، وبيحصل بنفتح مشروع واثنين وثلاثه. اول تيم دايما واول فريق عمل بيبتدي في مشروع لشركات كبرى دايما بيبقى عليه اللود والحمل الكبير. احنا في شركات الالكترونيات خدنا الحمل ده يمكن من 10-15 سنه ابتديناه، والنهارده الموضوع بقى اسهل كتير وشركات كتير بتفتح في مصر الحمد لله. احنا الاكاديميه النهارده الناس اللي بتخرج منها، كان حضرتك سالت سياده الوزير على المرتبات، الناس بتبتدي من 15000 جنيه و20000 جنيه حديث تخرج. حديث التخرج حضرتك في الشغلانه بتاعتنا لما بيتعين بيحتاج تدريب كتير، يعني لسه الشركه كمان بتنفست فيه وبتحط فيه كتير سنه وسنتين عشان يبتدي يطلع منتج، وبيصل يعني بيقدر دخله يوصل لارقام محترمه جدا 50 و60 و70 الف جنيه حسب طبعا سنين الخبره، حسب زي ما بيقولوا الفيكتور اللي بيشتغل فيه او فيرتيكال او الجزء من التكنولوجيا اللي بيشتغل فيها. احنا دايما كنا بناخد خطوات في الشركه يعني من مره للتانيه، النهارده الحمد لله احنا عندنا طاقه تصميميه في الشركه تعد من اكبر طاقات تصميميه في منطقه يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا الحمد لله. في شركتنا بنشتغل على احسن تقنيات في العالم. يعني خلال الفتره دي خدنا قرار تاني، قلنا لا نطلع كمان خطوه في التصميم ونشتغل في تصميمات الانظمه الكامله. عندنا فريق عمل وعندنا خبرات الحمد لله متراكمه في الشركه، عندنا براءات اختراع ناس عملتها كتير في الشركه. عملنا أنظمة وتعاوننا مع وزارة التربية والتعليم ومع الهيئة العربية للتصنيع وعملنا جهاز بيدمج لشاشات التفاعلية. الحمد لله إن شاء الله هذا الجهاز يعني مصمم بالكامل على إيد مهندسين مصريين، في شراكة مع شركات أجنبية كبيرة وفي شركات كتير النهاردة بتطلب هذا الجهاز مننا، بيخدم وزارة التربية والتعليم هذا الجهاز وإن شاء الله داخل الخدمة قريبا بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور، يعني الحقيقة حضرتك نموذج يحتذى بيه، ابتديت من بداية خالص. من فضلك سيبيه يقول، اتفضل احنا قاعدين عشان نسمع. اتفضل.
اتفضل. معلش اسف الإطالة يا فندم. أنا بس بذكر نقلات في حياتي الشركة، حاسس إن هي مهمة، وزي ما كنت بقول دايماً النقلات دايماً ما تجيش كده عفوية، لا الفرصة لما بتيجي لازم ليها تحضير، فبتبقى عامل دايماً استراتيجي 5 سنين وتطورها وخمس سنين وتطورها، فده اللي إحنا الحمد لله مشينا فيه. النهاردة يعني أنا شرفت يعني خلال الشهر اللي فات وخلال شهور قبل كده إن أنا أكون من أحد أعضاء اللجنة من الحمد لله من كوادر هذه الصناعة في مصر. الحمد لله يعني أخذنا فترة كبيرة بنتعاون مع تحالف أشباه الموصلات العالمي اسمها Global Semiconductor Alliance، وده تحالف بيضم كبرى الشركات العالمية. هذه الصناعة حجمها النهاردة فندم 600 مليار دولار وبتنمو سنوياً بشكل مرعب، يعني فيها زيادة مضطردة جداً لاحتياج الناس لهذه الصناعة. الحمد لله احنا يعني شرفنا نقدر نخلي ان شاء الله نحطينا مصر على هذه الخريطة العالمية لصناعة أشباه الموصلات. مصر أعلن دخولها رسميا في منظمة GSA وGlobal Semiconductor Alliance في ميونخ، وان شاء الله هيكون في حاجة اسمها الإيجيبشن شابتر، وده لا ما حصلش قبل كده لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن لوجود هذه الطاقة العددية النهاردة من الشركات اللي بتتزايد في مصر في هذا المجال أتاحت لنا الفرصة نقدر نقنع هذه المنظمة تحط مصر في هذا المكان. إن شاء الله يكون في برضو يعني حدث عالمي يحصل في مصر بإذن الله كل سنة، ودي هتبقى فرصة لوجود مستثمرين وشركات عالمية مهتمة بهذا المجال تقدر تطور المجال معقد، ومجال بيسموه في الديب تك أو التكنولوجيا العميقة تاج وقت كتير ومجهود كبير، بس إن شاء الله مردوده إن شاء الله يبقى كويس جدا، وإحنا متخيلين كرواد لهذه الصناعة في مصر إنها ممكن تبقى قاطرة لمصر زي ما حصل في آسيا لدول كتير جدا، وتاخدنا إن شاء الله لمستقبل أفضل. إن شاء الله من أحد استراتيجياتنا بإذن الله إن إحنا ننتقل مع شركات كتير في الإلكترونيات في مصر للعاصمة الإدارية الجديدة مركز الإبداع، ويكون مكان جديد إن شاء الله ومنارة لمصر. شكر لحضرتك وآسف للإطالة. دكتور محمد، أنا بشكرك وبشكركم جميعا. وخلينا أسألك، لو احنا عايزين نخلي 30 اكتر من كده، ايه اللي تطلبه او تأمرنا نعمله واحنا نعمله؟ امر الله يا فندم. التدريب والتعليم ليس لهم بديل، يعني هو المهندس هو البنية الأساسية لهذه الصناعة. طبعا في معوقات كتير ليها علاقة باستثمارات في البرامج مكلفة جدا اللي بتاخد التدريب، والأهم من ده هو الخبرة، يعني هذه الصناعة الأساس فيها هو الخبرة. احنا طبعا لما بنحتك مع العملاء بتوعنا في فرنسا واوروبا وامريكا بنلاقي ان احنا الشباب بتوعنا قاعدين قصاد ناس الناحيه الثانيه عندهم 30 سنه خبره و40 سنه خبره، فالخبره المتراكمه دي هي اساس هذه الصناعه، ان هي تتبني على سنين متراكمه من الخبره. بنحتاج تدريب، عشان كده احنا ابتدينا النهارده ندرب الشباب من الجامعه بان ناخد مشاريع تخرج عشان نبتدي بدري شويه، احنا مستعجلين وعايزين نجري، ولكن هو ده العائق بالنسبه لنا، التدريب ثم التدريب ثم التدريب لا أكثر. وطبعا بالإضافة طبعا لمساعدات تانية لحضرتك كتير قوي ممكن تبقى مساعدات استثمارية لهذه الصناعة بشكل عام، إن هي صناعة صعبة والمستثمرين ما بيحبوش يحط فيها فلوس كتير قوي، يعني عشان بيخاف ريسك فيها عالي، فدايما بتحتاج الدولة تزقها زقة كويسة وانس إن هي يعني إن شاء الله مشت العجلة بتجري بشكل كبير قوي، لأن الحمد لله زي ما هي ساره قالت المهندس المصري النهاردة بقى رسول يعني لدول كتير جدا، لما بيشوفوه ناس كتير بتيجي عايزه تعين اكتر واكتر واكتر. واهم من التعيين وان احنا نصدر بس الاكتر من كده هو رفع القيمه السوقيه لشركاتنا. الشركات المصريه لو ارتفعت قيمتها السوقيه النهارده ممكن توصل لمليارات الدولارات، وشفنا ده في العالم كتير. انا بشكرك، بس انا برضو ما عرفتش امسك منك حاجه غير التدريب وغير التعليم واحنا كلمنا فيهم، لكن انت قلت لي مثلا دعم استثمارات، قول لي يعني اوديك فرصه تفكر انت وزمايلك اللي شغالين في المجال وتحط لنا ورقه، تمام، تقول لنا احنا محتاجين نعمل نساعدكم ازاي يا دكتور مصطفى، عشان يعني انا احنا شاكر جهدكم ان انتوا عملتوا ده بنفسكم، لكن احنا ممكن كدوله لان احنا محتاجين ان القطاع ده يبقى رائد جدا في مصر وان يبقى هو قاطره زي ما انت ذكرت كده زي ما حصل في دول كتير، بس انا ما عنديش الوقت الكبير قوي بتاع 30 40 سنه اللي انت بتتكلم عليهم دول. صحيح ما عنديش 30 40 سنه، انا عايز اعمل ده ما اعرفش ازاي في اقل مده زمنيه ممكنه، مش هقدر اقول ان احنا لان ده علم وخبرات، يعني
يعني ما حدش هيقدر يتجاوزها يعني، لكن بان انا اضغط بالجهد بالاستثمار وبقسوه على نفسنا عشان نقدر نحقق ده. فانا هسيبك انت وزمايلك 30 شركه دول، انا مستعد اعمل لكم اللي انتوا عايزينه كله. ليه 30 شركه؟ احنا عندنا احلام كبيره هنيجي لحضرتك بيها. ومال وانا جاهز. شاكر لحضرتك جدا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد محسن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اسمحوا لي ان انا اشكركم وارحب بيكم وهنيكم، وانا سعيد قوي قوي بالنماذج اللي موجوده اللي انتم بتمثلوها كشباب وشابات في مصر، والنجاحات اللي انتم حققتوها. وده امر ملهم، ملهم لكل اللي في سنكم تقريبا، انه بتقولوا للناس. وانا كنت حريص ان انا اسمع زياد واسمع محمد و اللي موجودين وشهد وسارة وكل اللي موجودين يعني، فتجربة رائعة. بس كنت عايز أطمن منك، أنت تقضي كم دلوقتي؟ لا 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 رحاب اكمنك. بس أنا أسف أني بسألك السؤال ده، اكمنك ذكرت أني كان يعني في ظروف كده، أنا أسف أني بسألك يعني. تفضل حضرتك. تفضلي. لا هو ظروف كانت صحية لزوجي، اضطريته ان هو يقعد، كان محتاج علاج طبيعي وانا كان لازم ابقى جنبه طول الوقت، فما كانش ينفع اسيب البيت فترات طويلة واكمل شغلي، فدي كان التزامي بيه هو يعني. طب بعد ما خلصنا بقى دلوقتي بقينا فين؟ انا بقيت رئيس تسويق تنفيذي لشركة مقرها الولايات المتحدة في سيليكون فالي، بتعمل في الذكاء الاصطناعي، انا بدرها من وسط اولادي في البيت والحمد لله. طيب. سعيدة جدا. مش هقول للمحمد ميت على الدخل ولا بس بس طمنيني. انا الحمد لله كله تمام، وانا يعني مش هنحسدك. انا ابتديت ببلاش كل حاجه ماشي، ووصلت العقد ب $2000 الحمد لله، مع عملاء تانيين اشتغل معهم دايما. يا رب $20,000. شكرا يا فندم. شكرا شكرا لحضرتك. الف مبروك. فبهنيكم كلكم تاني وبشكركم، وربنا يا رب يوفقكم ويحفظكم يعني. اسمحوا لنا احنا نحييهم كلهم. سيادة الرئيس، ما زالت قصص النجاح مستمرة. اسمحوا لنا نرحب ايضا بالاستاذ بلال المغارب، الشريك مؤسس شركة مكسب للحلول الإلكترونية. مساء الخير يا فندم، اسمي بلال المغربل، شريك مؤسس لشركة مكسب للتجارة الإلكترونية، وهي منصة إلكترونية بتربط ما بين مصنعين السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية مباشرة بتجار التجزئة والبقالين في المناطق الصعب الوصول إليها. يمكن بدأنا بإمكانيات بسيطة وحلم كبير سنة 2018، وقدرنا نوصل خلال الأربع سنين اللي فاتوا بفريق عمل حجمه 3500 موظف، وبنخدم النهاردة 52,000 تاجر موجودين في 13 محافظة في جمهورية مصر العربية، وبنينا شبكة إمداد وتموين مكونة من أكثر من 30 مخزن وأسطول مكون من 500 عربية، وقدرنا خلال الأربع سنين اللي فاتوا دول نجمع استثمارات أجنبية من أكبر مستثمرين في العالم $90 مليون. والحمد لله الحلم كبر معانا مع الوقت، وصدرنا التكنولوجيا بتاعتنا لأول دولة برا مصر لينا، هي كانت دولة المغرب، وبدأنا بإنشاء منصة لتكنولوجيا الحلول المالية، تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، والحمد لله قدرنا نوصل في خلال أقل من سنة بهذه الخدمة لأكثر من 16,000 تاجر، علشان يقدروا يزودوا هم دخلهم ويقدموا خدمات المدفوعات الإلكترونية للمواطنين ويسهلوا عليهم حياتهم. شكرا لك يا فندم. استاذ بلال، استاذ بلال لو تسمح لي اسال حضرتك بس في البدايه، ممكن توضح لنا كمان، توضح لسيادة الرئيس والحضور الكريم، حجم الاستثمارات قد ايه، عدد الموظفين قد ايه، عدد المستفيدين من هذه الخدمه قد ايه؟
مصر فيها 400,000 بقال، منهم 52,000 تاجر بيطلبوا من على المنصة بتاعتنا كل شهر. حجم مبيعاتنا الشهرية وصلت أكتر من 500 مليون جنيه. قدرنا نوظف الحمد لله أكتر من 3500 موظف في الشركة، وبإذن الله عندنا هدف أن احنا نحققه، أن احنا نوصل لأكتر من 10,000 موظف خلال السنتين الجايين، ونغطي ربع حجم تجارة التجزئة في مصر بإذن الله. بإذن الله. شكرا لحضرتك. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحضور الكريم، هم دول شباب مصر، هم دول الشباب اللي قرر إنه ما يستناش، اللي قرر إنه يبادر ويتحرك، اللي قرر إنه ما يعلقش مشاكله على شماعة الظروف. ومن هنا جه دور الدولة المصرية إنها تدعمهم وتحتضنهم من خلال استراتيجية وطنية لبناء الإنسان المصري. طبعاً سعدنا بوجودكم جميعاً، وسعدتنا بوجودكم، والحقيقة أنتوا مش بس هنا عشان إحنا نشارككم فرحتكم ونشارككم نجاحكم، ولا حتى عشان نباهي بكم نفسنا ولا الأمم، ولكن إحنا نطمح كمان إن يكون في شباب تانيين شافوا هذا الحديث وقرروا إن هم يتحركوا وهم كمان يقدروا يغيروا مسار حياتهم. شكراً لكم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحضور الكريم، نشكر حضراتكم جزيل الشكر. وصلنا لختام فعاليات افتتاح مشروعات مصر الرقمية. شكرا لحضراتكم جميعا.